حول هذا الموضوع كنت قد استضفت المهند شرف الدين وهو رئيس مجلس إدارة شركة الصقر العربي للعطلات الذي تحدث عن مفهوم المشاركة في الوقت ودوره في قطاع السياحة العالمي. التايم شير أو المشاركة بالوقت يمثل من 15 إلى 20% من هذه الصناعة. نتكلم بمليارات الدولارات سنويا، بعشرة ملايين عائلة مشتركة بهذا النظام، بأكثر من مليوني عامل في هذا القطاع حول العالم. سياحة قديمة، صناعة قديمة ليست حديثة، بدأت في نهاية الستينات بداية السبعينات، وبدأت تصل إلى منطقتنا العربية منذ 10 سنين ونيف. لماذا نحن متأخرين عن صناعة التايم شير؟ يعني مش كتير كمان بين العالم بالعالم العربي أنه يتملكوا حصة مشاركة بالوقت. السبب بسيط جدا نادين، وهو عدم النظام. ليس احنا بطبيعتنا لسنا منظمين في اجازاتنا. متى ما يحدث ونشعر بالرغبه في السفر لنحجز ونسافر. التايم شير او المشاركه بالوقت يلزم شويه انضباط، تنظيم وانضباط وحجز مسبق. هذا هو الشيء الوحيد الذي يعيق، ولكن هذا لا يعني انه ليست هناك سنه بعد سنه تفرق معنا في عدد المنضمين الى هذا النظام، سواء من من دبي او من الخليج او من العالم. انا بعرف انه انتم عم تعملوا بنظام تايم شير بدبي. نعم. هل هذا صحيح؟ نعم. خبرني بدبي، ما هو حاليا وضع التايم شير؟ كم يمثل من صناعه السياحه والسفر؟ وما هي توقعاتكم المستقبليه لنموه؟ لا زلنا في البدايه نادين، لا زال التايم شير لا يمثل اكثر من اقل من 1%. هناك 3 إلى 4 مشاريع فقط في الامارات تعمل بهذا النظام، والمستقبل بس انا شفت تقريركم عاطين توقعات مستقبليه. نعم. متفائله جدا. نعم. لدبي بالنسبه للتايم شير. نعم مستقبليا، نعم احنا الان نتحدث بالنمو العقاري ما شاء الله المضطرد في دبي، وبالتالي يصاحبه زياده في عدد السياح وعدد الزائرين، فبالتالي نتوقع انه التايم شير والمشاركه بالوقت تنمو بنفس هذه الاضطراد، ونتوقع مليارات الدولارات تضخ في هذا النظام من قبل مستثمرين ومن قبل ملاك العطلات. بالنسبة لدبي، من الزائر المستهدف بالتايم شير؟ يعني نحن بنعرف انه في كثير اوروبيين بنشوفهم بيزوروا الامارات، في كثير من دول الخليج، فمن المستهدف، السائح المستهدف بموضوع التايم شير؟ كل من يحب أن يزور دبي فهو مستهدف. بس أنتم مين are you targeting؟ يعني مين تتوجهوا لهم بالدعاية؟ إحنا الآن دول الخليج الأقرب إلى المنطقة، الأوروبيين معظمهم من الجنسية الإنجليزية، وأيضا الأفارقة، أفريقيا هناك سوق واعد ونحن نستثمر. ومشاريع التايم شير حاليا وين هي بدبي؟ بالنسبة لما نقوم بتسويقنا احنا في جزيرة النخلة في جميرة، وأيضا في أبراج بحيرات الجميرة هناك مشروع آخر.